بدنا نموت من الجوع، بدنا نضل مش طالعين. لا كهرباء، لا مية، لا انترنت، لا شبكات، لا بامبرز، لا حليب. حكينا بدناش، بدنا نموت من الجوع، بدنا نضل مش طالعين. 5 أيام فجأة هيك إلا القذائف في البيت، إشي على السطح وإشي هناك وإشي هناك، الجثث بالشوارع. رحنا على مدرسة الوكالة ورانا، حكوا المدرسة آمنة، خبطوا المدرسة واستشهدوا الناس. فيش نص ساعة صرنا نرن، صارت الخبطة. برن على عمي في الشي، برن على مرت عمي في الشي، برن على بنت عمي في الشي. لا يمكن وصول. خلص أنا حكيت راحوا، أنا در عمي راحوا، البيت اللي كانوا هم فيه أمان، فيش إشي أمان. بقتلوا الأبرياء، بقتلوا الناس. أخوي ولاده الثلاثة اللي صار، أخوي قال عذاب الظهر، ضربوا مؤسسة وضربوا الضالف يا أخوي بلا سبب، قاعدين أمام الله، والله يرحمهم ويحسن إليهم، حسبي الله ونعم الوكيل.